اهلا، النهارده كنت عايز اتكلم عن موضوع كان اترجح لي من فتره، وقررت النهارده ان انا اعمل فيديو عنه، وهو موضوع الهويه. النهارده انا مش هتكلم عن الهويه من ناحيه الهويه الجندريه، يعني من ناحيه هل الشخص بيعرف نفسه كذكر او انثى. أنا هتكلم بالخصوص عن كيف فكرة التعريف عن الرغبة الجنسية، يعني سواء لو الشخص بينجذب لنفس الجنس ازاي الشخص ده يقدر يعرف عن ده، لو الشخص ده حابب انه يعرف عن او حابة انها تعرف عن انجذابه. تمام، فأنا عايز أبتدي بفكرة دي. لو مبدئيا، يعني لو في أي شخص مهتم اني يفهم اكتر ايه اللي انا بقوله ده، كنت عملت فيديو تاني كنت بتكلم فيه عن الفرق ما بين الهوية الجندرية او تعريف الشخص من خلال ذكر او انثى والانجذاب والفرق ما بينهم وغيره وغيره وغيره. لو انتم مهتمين ممكن تتفرجوا على الفيديو ده. بس زي ما قلت النهاردة انا عايز اتكلم بس عن الانجذاب الجنسي بالفكرة دي. عايز ابتدي بمشهد كان موجود، يعني مشهد موجود في رواية سليم حداد اللي اسمها جوابا، اللي فيها الشخصية الرئيسية راسا بيقف قدام المراية في الحمام وبيبتدي يجرب كلمات مختلفة عشان يعرف بيها عن رغبته الجنسية تجاه نفس الجنس أو تجاه الذكور. ففي الأول راسا بيجرب كلمات يعني أعجمية زي مثلا جاي مثلا، وما بيحسش بأنها بتعرف بجد عن ذاته. وبعد كده بيبتدي يجرب من كلمات عربية، في منها كلمات ممكن تكون لبعض الأشخاص ليها معنى سلبي. الكلمات دي مثلا يستخدم كلمة زي لوطي، يستخدم كلمة زي خول اللي في أصلها معناها الرئاسين البلدي الذكور، كانوا يسمهم خول ودلوقتي ليها معنى في المجتمع سلبي. استخدم مثلا جرب يحاول كلمة مثلي وجرب كلمة شاذ. الفكرة أنا عايز أبتدي بيها النهاردة، عايز أزود عليها بس الأول على المشهد عشان يكون برضه الفكرة واضحة. مثلا عندها كلمة اللي بتعرف مثلا عن الإناث زي مثلا سحاقية، وعندنا كلمات اكتر مثلا زي homosexual مثلا بالانجلش. تمام، طيب احنا دلوقتي، وطبعا انا bisexual و pansexual وكل السكشوالز المختلفة. طيب احنا دلوقتي ليه انا عايز ابتدي افكر في الموضوع النهاردة، لان انا شايف ان برضو كون ان في ناس كتير في العالم بتستخدم الكلمات الانجليزية علشان تعرف عن ذاتها، ده مش معناه ان احنا بالاخص نستخدم الكلمات دي. بالعكس، احنا ممكن ما نكونش حاسين الكلمات دي بتعرف عن ذاتنا، خصوصا ان خصوصا في المجتمع المين العربي احنا تجربتنا لحد ما بيكون مختلفة عن المجتمع الغربي. تمام، فانا كنت عايز افكر في اتكلم في الموضوع ده برضو، لان انا مثلا على القناة بتاعت يوتيوب انا كاتب ان اسمها يومية شاذ. انا شخصيا كمحمود انا بعرف عن نفسي كشاذ لأسباب مختلفة. هيدي انا بحس ان فكره الشاذ معناها الاصل او مختلف او اكسبشن او حاجه خارجه عن القاعده، بحس انها بتعبر عن نفسي، لان حاسس ان في حاجات كتير في حياتي مش بس في انجذابي للذكور، بس في حاجات كتير حاسس ان انا زي خرجت او شذيت عن القاعده بمعنى اصح. فبالتالي انا بحب اعرف عن نفسي بكلمه شاذ. كون ان الكلمة ليها معنى بالنسبة للناس سلبي او مش سلبي، انا بالنسبة لي معناها مش سلبي، وده الفكرة اللي كنت عايز ارجحها النهاردة، اللي هو ان الناس تجرب تعرف عن نفسها من كلمات وتدي للكلمات المعنى اللي هي حاسة بيه. مش بالضروري ان الشخص يستخدم الكلمات ان المجتمع قابلها مثلا، او ان الناس شايفاها انها ايجابية او لا. طالما انت شايف ان في كلمة حاسس انها بتعبر عن نفسك اكتر او عن نفسك اكتر من اي كلمة تانية، ممكن طبعا تستخدم الكلمة دي عشان تعرف او تعرفي عن نفسك او عن نفسك ما بينك او ما بينك وما بين نفسك او ما بينك وما بين نفسك.
فدي الفكرة كنت عايز يعني بالخلاصة يعني اللي كنت عايز أكلم فيها النهاردة، فكرة اللي هو نحاول نفتح الباب أكتر لكلمات أكتر ممكن نعرف بيها عن نفسنا، ما نحبس نفسنا في كلمات ممكن ما نحسش إنها فعلا بتعبر عن نفسنا. يعني أنا شخصيا مثلا لما مثلا كلمة جاي بحس إن كلمة جاي تجربتي كشخص شاذ، لأني يعني ما أفضل الكلمة دي، مش نفس التجربة كشخص مثلا جاي من المجتمع الغربي. فبالتالي بحس ان استخدامنا لنفس الكلمة الى حد ما بيقلل من التجربة اللي انا مريت بيها، فبالتالي بفضل كلمة عربية انا اعبر بيها عن تجربتي بس. فبالتالي يعني دي كانت الفكرة يعني more or less يعني اللي كنت عايز اتكلم فيها النهاردة، انه مش عيب ومش غلط، وبالعكس هو في كلمات كتير مثلا في حتى اللغه الانجليزيه اللي كانت او الاسبانيه مثلا ان اللي كان ليها معنى سلبي وشويه شويه الناس بتستخدمها بشكل مختلف، فبالتالي بقى معناها ايجابي. والعكس في كلمات مثلا زي كلمه خول مثلا اللي كان ليها معنى مش سلبي ووصلت اللي معناها يوصل لمعنى سلبي. فدي الفكره يعني اللي كنت عايز اتكلم فيها النهارده، ان الناس تحاول تفتح بابها شويه لكلمات مختلفه، وممكن تلاقي ان تحس انها تعرف ممكن نحس انها عرفت عن نفسنا او عن انجذابنا احسن بكتير من او تجربتنا احسن بكتير من كلمه اعجميه بالمعنى ده. مش بالخصوص ممكن تكون الناس حاسه انها يعني بترتاح اكتر مع كلمه اعجميه، وده حاجه عاديه وطبيعيه، بس برضه محتاجين ان احنا نفتح مخنا شويه لفكره ان ممكن يكون في شخص تاني، او ممكن انا كنت ممكن كشخص يكون انا كنت فاكر ان ما فيش غير الكلمه دي، بس اجرب كلمات تانيه. والفكره الاهم حاجه اللي لازم نوضحها برضه ان اهم حاجه هو شعور الشخص مع ذاته، مش مهم من المجتمع مش مهم من الناس فاكره ايه، المهم شخص مع ذاته حتى لو استخدم كلمة بس مع نفسه او مع نفسها، دي حاجة مهمة وطبعا بتساعد في تقبل الذات، هي من اول الخطوات اللي اعتقد ان الشخص محتاج ياخدها. بس شكرا انكم سمعتوا، واشوفكم في فيديو تاني في يوم تاني. باي.